الحضاري بزاف كاين الاستاذ، يعني احنا بالنسبه لنا هاد الناس اللي تنشوفو اليوم يعني كان افتتاح ديال الابواب المفتوحه في اطار الانشطه اللي تنظم رواق حقوق الانسان بشراكه مع المجلس الوطني لحقوق الانسان. تم تنظيم حوار تفاعلي لفائده مجموعه من الطلبه الجامعيين، وكان التركيز حول ضمانات الاشخاص، التحسيس بضمانات الاشخاص المحرومين من الحريه وكذلك الاحداث المحتفظ بهم. وتندرج هذا الاطار هذا يعني ضمن مجموعه من الانشطه، وكما تشوفوا يعني كاين استقبال الاطفال واللي غادي نديروا معاهم كذلك حوار تفاعلي حول حقوق التحسيس بحقوق الطفل وذلك مع المجلس الوطني حقوق الانسان. الحضور ديال الاطفال والاقبال ديالهم، يعني احنا بالنسبه لنا الانشطه تركزوا على لو جوناج، يعني باش ندير لهم التربيه والتثقيف على مجال حقوق الانسان وبالاخص حقوق الاطفال كفئه خاصه. الندوه ديال هذا الصباح اللي منظمه في اطار الابواب المفتوحه ديال المديريه العامه للامن الوطني الدوره الخامسه، هو لقاء اللي كان المحور ديالو اساسا هو الضمانات اللي موضوعه لفائده الموقوفين والموضوعين تحت الحراسه النظريه. كنعرفوا بان قانون المسطره الجنائيه كيعطي واحد العدد ديال الحقوق لهاد الموقوفين. حنا هذه المره اخترنا بانه الفئات الخاصه داخل الموقوفين، اخترنا اساسا يعني الاشخاص وضعت اعاقه، شنو التسهيلات الضروريه لهم، اخترنا النساء، اخترنا المهاجرين بما يقتضيه الامر من مترجم اللي كيمكن يساعدهم امام الشرطه القضائيه عند تحرير المحاضر ديالهم، وخاصه اننا كنا وقفنا على واحد العدد ديال الاشياء في هذا الموضوع. طبعا النقاش ما كانش فقط نقاش نظري، هو كان نقاش عملي جدا، لانه اطروه ثلاثه ديال العمداء ديال الشرطه من الاداره العامه، العمداء الشرطه ممتازين من الاداره العامه للامن الوطني، اضافه الى خبراء ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكان فيه واحد التفاعل يعني ارض مع الساكنه ديال اكادير، وخاصه اللي حجون هذا الموضوع هما الطلبه ديال الجامعه واللي كيدرسوا في هذا الجانب ديال الحقوق. واعتقد ان هذه المبادره كانت جيده، خاصه انها هي جزء من التفعيل ديال الاتفاقيه اللي كتربط المجلس الوطني لحقوق الانسان والمديريه العامه للامن الوطني. حكم مسرنا ان المديريه العامه للامن الوطني في اطار تكوين الموظفين ديالها، يعني في اطار المعهد الملك للشرطه او على مستوى المدارس التابعه له، يعني خصصت وحده خاصه يشرف عليها اساتذه المعهد الملك للشرطه في موضوع المجال، يعني التكوين في مجال حقوق الانسان، كطيب في مواضيع متقدمه، يعني من اجل توعيه الشرطي، من اجل نشر ثقافه حقوق الانسان، ومن اجل حثهم كذلك على العمل بها. يعني مع العلم ان درجه عمداء الشرطه، يعني اللي كان وظفوهم غادي يكونوا خريجي الجامعات المغربيه تخصص قانون، يعني قانون العام او القانون الخاص